ماذا قدم الإخوان لمصر حتى الآن من 80 سنة؟ مسمار جزم اللي في جزمة مبارك، المسمار اللي كان في جزمة مبارك، لأنه راجل. ما أنا هقول لك أهو، هقول لسيادتك أهو، ما أنا هقول لك أهو، ما أنا هقول، لا إلغي إلغي. سبعة وستين حرب، 67، 69 حرب الاستنزاف، عمل 73، شال كفنه على ايده، قدم هم قدموا ايه؟ كان حرام وكان ظالم وكان فاسق، كان له سيئات وله حسنات، هم ما لهمش حسنات خالص، كلهم سيئات في سيئات، وخدوا الشعب في سكة تانية خالص.